أتصور أن الفرق كبير جدا بين الخطة وبين تنفيذها، لأن ساعات رغم كل العلم اللي احنا وصلنا له كبشر، إنما عندما نقوم بالتنفيذ نجد النتائج قد تكون أكتر وقد تكون أقل شوي. لكن ده ما حصلش. ساعتها أنا توليت رئاسة الاتحاد الأفريقي لمدة عامين، وحضرت مؤتمرات، وكل زملائي القادة الأفريقية كانوا جايما معايا. رحنا اليابان، رحنا الصين، رحنا الهند، رحنا روسيا، رحنا انجلترا، رحنا الهند من اجل يعني التعاون الاقتصادي بين القارة بظروفها الصعبة وبين الدول المتقدمة والصناعية الكبيرة. ودايما كنا بنتكلم، وكان كل زملائنا سواء من يعني زملائنا في القارة أشقائي أو من جانب الدولة المضيفة، كان بيبقى فيه كلام مهم جدا، وفي استعداد كبير للتعاون. الحقيقة النتائج اللي تحققت خلال المدة دي حتى الآن، وأتصور أنا مش بتكلم باسم القارة دلوقتي، أنا بتكلم فيما أن احنا قاعدين في محفل مهم قوي النهاردة وبنسجل كلام مهم لينا كلنا. وأنا هقول إن في جزئين، جزء صحيح مرتبط بالدول الغنية والمتقدمة، ولكن أيضا هكون أمين وأقول إن في جزء مرتبط بينا إحنا، إن إحنا كمان نبقى مستعدين نتحرك بفاعلية وبأفكار تحقق لينا النفاذ لتحقيق أهدافنا. وأنا عشان النقطة دي أشاور عليها وأوضحها كويس، هقول إن إحنا في مثلا في كاب 27 أطلقنا منصة لإسمها نوفي، خدنا من الإي إي بي آر دي ومن ألمانيا ومن الولايات المتحدة ومن الدنمارك تمويل لعشرة جيجا يمكننا إن إحنا في 2030 يبقى عندنا 42% من خليط الطاقة. إذن العمل مش عمل فقط من جانب إن إحنا نلقي اللوم على أصدقائنا الدول المتقدمة، وإحنا كدول أخرى ما يبقاش عندنا الأفكار اللي نحاول نخترق بيها ونحل بيها المسائل وبعد كده نقول اللي إحنا بنقوله دلوقتي. نرجع تاني، ده اللي إحنا ده اللي حصل. ونفس الكلام وأنا بقول هنا بوجه شكري للرئيس للمستشار شولتز، نفس الكلام احنا لما جينا نخش في برنامج اللي عمل اكبر مشروع للقطار الكهربائي في اطار التنمية المستدامة وفي اطار ايضا عوامل المناخ، مجابهة عوامل المناخ من خلال استخدام نظم نقل حديثة تبقى بعيدة جدا عن التلوث وتأثيراته، كان في دعم قدم لينا. ولما قصدنا ان مخاطر الائتمان يتم تمويلها من جانب ألمانيا حصل ده، حصل هذا الأمر وتم تمويل مخاطر الائتمان للقرض ده، القرض ضخم برقم كبير وده تحقق. أنا عايز أقول في النقطة دي لزمايلنا اللي بيسمعونا وليكم كلكم إن الشراكة التعاون هو عمل ومتحرك بين الكل، بين الدول المتقدمة والدول اللي هي النامية واللي بتسعى للنمو والتقدم. طيب النقطة الثانية اللي عايز أتكلم فيها هي، هل التحدي والخطر واضح لنا كلنا؟ أتصور أنه واضح جدا، مش محتاج. وإحنا شفنا أن لما كان في مخاطر للكوفيد العالم اتحرك إزاي لمجابهته، وحتى لما حصل مخاطر للحرب الروسية الأوكرانية شفنا أيضا إزاي التحرك والإجراءات تم تنفيذها بفاعلية وبحسم. إذن الخطر واضح والإرادة تتحول لإجراءات تمكننا من إحنا نتحرك بفاعلية. أنا هقول لكم على تجربتي في مصر وباختصار شديد. كان دايما في دولنا اللي هي دول الدول النامية يعني
يبقى في وعود كثيره جدا من جانب القاده للشعوب، يقول له في الانتخابات انا هعمل لك وهعمل لك وهعمل لك وهعمل لك، ويعمل له كل حاجه حلوه. انا لما جيت في الحمله ما قلتش كده خالص، قلت انا ما عنديش حاجه اقدر اوعدكم بيها غير العمل والعمل والعمل والصبر، ولم اطلق ابدا مشروع الا عند افتتاحه. إذن مش عايزين نقول وعود ونتحرك يبقى يتبقى او ينفذ من هذا الوعد نسبه بسيطه جدا جدا قياسا بحجم الوعد. اخر كلمه هقولها، فخامه الرئيس، الرياده مسؤوليه، الرياده مسؤوليه. لما تكون دول متقدمه وغنيه وعندها التكنولوجيا وعندها المعرفه بيبقى عليها مسؤوليه تجاه الاخرين الذين لا يمتلكوا ذلك. وهنا ده مسؤوليه قد تكون اخلاقيه وقد تكون مسؤوليه سياسيه. يبقى نقطه في الموضوع دوت، عندما تحدثنا عن ال100 مليار دولار في الوقت دوت، تقدمت باقتراح كرئيس للاتحاد الافريقي وقلت لهم احنا بنعرض عليكم ان البنيه الاساسيه القاريه، البنيه الاساسيه القاريه لافريقيا هتحول وتغير وجه القاره. والكلام ده امبارح احنا اتكلمنا فيه في سد انجا وحاجات اخرى كثيره، ان النهارده لو ال100 مليار تم ضخهم في صوره، انا بتكلم النسبه المخصصه للقاره الافريقيه على سبيل المثال، تم ضخهم كل دوله كانت مخصص انها هتدفع رقم، المانيا كانت هتدفع رقم، فرنسا كانت هتدفع رقم، الصين كانت هتدفع رقم. انا قلت ان الرقم ده لا يعطى منحه مطلقه، ولكن حتى بما ان هم كان التزام في الوقت دوت بال100 مليار دولار، قلت لا تعالوا خشوا وخلوا الشركات، المانيا هتعمل هتحط 5 مليار في افريقيا، خلي الشركات الالمانيه تعمل بال5 مليار في مشروعات لخدمة البنية الأساسية القارية. فرنسا هتشتغل أو هتقدم 4 مليار 5 مليار أي رقم تاني، تقوم الشركات الفرنسية بالعمل وتمول هذا الرقم الجزء المخصص واللي خصصته الحكومة الفرنسية. وكلام ده ينطبق على الصين وعلى كل الدول المتقدمة. صدقوني احنا بنتكلم كتير على حقوق الإنسان وانا معاكم في ده، بس انا عايز اقول لكم ان خلال العشر سنين اللي فاتوا اللي تم رصده حقيقه وغرق في الهجره غير الشرعيه من افريقيا الى اوروبا يقترب من 2700 انسان وانسانه وطفل يمكن كل سنه، اكتر من 27,000 ده اللي احنا شفناه او ده اللي تم رصده. طب الباقي ايه؟ إذا لم يجد الناس في إفريقيا الأمل وفرصة للحياة هيتحركوا في اتجاه اللي عندهم الأمل وعندهم الفرصة هنا في أوروبا. وعايز أقول لكم في مصر للي ما يعرفش لدينا 9 مليون ضيف